المهم رجعنا لبلاصتنا لقد الرشة جلسو تما موسيقى بزاف كانت مشاهدة هنا شي شوية الدنيا خاوية المهم شحال هادي ما جابتش القهوة منين سالا رمضان دابا قررنا ان شاء الله نبداو نجيو للقهوة ديالنا نجلسو فيها شي شوية حتى وكان نسافروا لبلاداتنا المهم حاول واحد يفوز باي حاجه هذه القهوه ديالنا ولفناها كنموتو عليها كنبغيوها المهم توشينا بعد اليوم هذه هي الحاجه المميزه اللي درنا الحمد لله والشكر لله ربي ان شاء الله عندي الدونتيست هنا اللي زوين هنا اللي زوين في الدونتيست نحاول نجيب لكم الورقه حاجه اللي زوينه هنايا في هاد البلاد صراحه اللي كتعجبني انه عندهم ثقافه ديال طب الاسنان وثقافه ديال ملي الوليد تيكون عنده بيبي تيكون عنده يلاه سنة هو تيمشي للدكتور سنة من سنة واحدة حتى كيموت واحد المهم نوريكم انا هادي غتشوفو هنايا غتشوفو فريدة كدا درت لكم الدكتور ديال سنان لندن هكدا اوي هكا باينها فريدة هنايا كاع فريدة يعني دير فريدة هنا وكتبين ليا انه وصل الوقت ديال طبيب الاسنان او ديال الفحص ديال الاسنان المهم فغدا ان شاء الله عندي مواعيد مع العشرة ان شاء الله باذن الله يعني خصني نتذكر ندير الالارم باش نعرف بان الدكتور ديال الاسنان ان شاء الله صافي غدا نسالي ان شاء الله ونشوف شنو غادي شنو ربي غيكتب عليا المهم انا ما كنخافش من دكتور الاسنان بالعكس حيت متعودين كل 3 شهور الواحد تيدير الفحص على الاقل تينظف تيصاوب اما موضوع الفيكس ولا شي حاجه انا كنديرو في المغرب لانه هنا غالي بزاف وهنا اللي زوين حاجه زوينه عاوتاني انه بالنسبه للناس اللي ما تيخدموش اللي تيكونوا شوماج هو تيكونوا طلاب في الدوله هي اللي كتخلص الا كان شي مبلغ كبير تيفوت 90000 الفوق 90000 ريال يعني 3000 درهم 90000 ريال فهاد الكومون الدوله هي اللي كتخلص ولكن الا كان بحال دابا غير تنظيف 500 كورونا اللي هي 15 فما يعني ما يحتاجش الواحد يمشي يضرب ولا يمشي يقول لهم رغم انه هذا حقنا يعني هما تيقول لك خصك تعرف عندك حقوق وعندك واجبات من اول ما تيجي الواحد لهاد البلاد تيقول لك عندك حقوق وعندك واجبات خصك تاخذها فانا قلت ما عنديش الوقت باش نمشي نقول لهم حيت هذه غير تنظيف ديال السنان ماشي شي حاجه اللي غادي يصاوبوا اللي غايصاوبوا ياك جميله على موضوع ديال الدكتور ديال السنان قلت زعما انه الواحد الحقوق اللي عنده اي واحد عنده شوماج ولا طالب فالدوله كتخلص واللي تيخدم والمتقاعدين كتخلص لهم الدوله اما بالنسبه انا غدا غير تنظيف هذا مكان كيصوروا سنان بعد اول ما كيمشي وكيصوروا سنان كيشوفوا الا كانت شي سوسه ولا ماشي سوسات وتبداو ينظفوا هذا الشيء اللي كاين غدا ان شاء الله باذن الله المهم هذا الموعد هو اللي مهم زعما الصراحه اللي عندي غدا ان شاء الله باذن الله هادشي اللي كاين او يس
هذا الشيء اللي كاين. المهم حنا عيينا حتى جميلة جاها النعاس. خديتي قهوة ديالك؟ شنو طلبتي؟ ويلي كراميل اريشو انا مازال ما طلبتش خربطه. يا ويلي ما خصكش تاخذي هذا الشيء. شوفوا خدات كافي لاطا بالكراميل شنو اخر و دبل كريم دبل كريم والكراميل باين بزاف قوي ما شاء الله. لا انا ما نقدرش على الحلاوه وهي خصها تخفف شي شويه الحلاوه ياك. كون عطاك هذيك هاد ايه قلنا غدامني غادي يسالي هذاك الدكتور ديال سنان صافي ما غاديش يبقى عندي حتى شي حاجه الحمد لله غادي يكون كلشي سهل ناضي. المهم هادشي اللي حنايا فوجنا اليوم هادشي اللي درنا اليوم اليوم هو انا كنبغي نبقى هادشي يبقى لي متورخ. اليوم لالا بلاتي تشوفوش باقي عقلتي كابطي شي حاجه لانه الزهايمر دوت كوم ودوت نت دايره معايا حكايه دايره معايا شي حاجه. هذا اليوم 16 اليوم الحد 16 جوا الحد 16 جوا غدا 17 لانه بحال اللي قلت لكم امتحان ديال ولدي فغدا ان شاء الله غادي يكون بعد منا غادي يرتاح الواحد يسهر في راحته وما ينوضش الصباح يبدا يفيق. الله هذيك الاحساس ديال ديال العطله زوين بزاف والله. انا ما عرفتش ناخذ الحليب ولا ناخذ القهوه ديالهم ما كتعجبنيش. ديجا وليت كنشرب كاس ديال القهوه كبير في الدار. انا كنبغي نشرب لاتاي على الطريقه المصريه اللي هو اتاي وديري حليب سخون حليب مغلي معاه كيجي تيسموه شاي باللبن. ولكن الانجليش تي ما كيديروش كنظن الحليب كيديروا حليب نو حتى هما كيديروا ما عرفتش. هذا ستيلونغري اوكي حيت المصريين كلهم ما شاء الله كي تيشربوا الحليب باللبن الشاي باللبن حتى ولادي تعودوا عليه. ولكن فرنسا القهوه ديالهم زينه. مال شتي ماشي مشكل ماشي مشكل يعني الواحد يس واحد يتمتع. مازال ذكرينا نمشيو لغيمة توزن ان شاء الله باذن الله. المهم هذوك التصاور وريتهم لكم المره اللي فاتت ها هما ها هما. وهنا كنضرب الالارم وخرجت انا وجميله كانت جاراو وهنا الكتوبه وهنا التصاور باش نذكركم باللقطات. جميلة كتحمق على هاد التصويرة هادي. يقدرو يكونو كيتباعو واحد يشوف غير في جوجل يقدرو يتباعو ضروري. ايوا المهم حنايا الصيف ما بانش لينا في هاد البلاد زعما مشكله كبيره زعما الواحد لو ما كانش سافر والله الا زعما يسافر مشكله كبيره لانه واحد الشتاء واحد الرعد واحد البرق يعني ماشي في الصيف صراحه يعني مشكله كبيره. انا تخلعت جميله في هذاك الرعد والبرق تخلعت على بالك واحد المره على الطيروبور خارجه من الخدمه دابا اويلي فين ما ماتتش مي بريسك والله ديالنا. جميله قرات في الاخبار واحد المره خارجه من الخدمه من المطار وضربها البرق
المهم ما ماتتش ولكن تبليسات ياك اشترى فيها تبليسات يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. ومني كتصب ورا شاور يعني حمام دوش ما كتوقفش بزاف صراحه بزاف والله الا بزاف. وي واحد الراحه هنا واحد الاسترخاء يعني صراحه ما نقول لكمش. المهم حنا كنحاولوا حنا في هذاك 3 ايام هذيك اللي داز ديال تقريبا هي ديال 4 ايام حنا خصنا نمشيو للبحر جميله لعقلتي لا ميت الجمعه ما خرجناش فهي الخميس اللي كنا مشينا للبحر فاش صورنا صراحه جميله دارت واحد الحاجه زوينه هذاك انا كنت خايفه على رجلي اللي نقبوني هذوك الحمامات وهذوك البطات وداكشي وهي كانت بالفعل دايره واحد كانت كترمي ليهم حدايا باش تجي التصويره تجي زوينه بالفعل جات التصويره روعه هذاك المنظر والله اقسم بالله هذاك المنظر ديالهم رهيب والله سبحان ربي سبحان الله كيفاش الواحد كيفاش كياخذ الرزقه ديالو تجي يعني اللي ساين يساين الله سبحانه وتعالى صراحه والله انا دويت كنخربق هادشي اللي كاين زوينه العطله وزوينه الواحد ينعس براحته ويفيق براحته وانا صراحه البارح خديت كينه النعاس خديت وحده لان صراحه عييت هاد الايام هذه كلها ما كنعش مزيان ارق كيسميو الارق ياك كي كل ساعتين تقريبا كنفيق ونرجع النعاس ونفيق ونرجع النعاس وملي كنفيق الولد يمشي للمدرسه كنجي كنحاول نعس ما كنقدرش نهائيا فقلت البارح انا يا بيا يا بالحق الكينه صراحه خديت وحده اضطريت ناخذ وحده باش بغيت هذاك الاحساس ديال النوم العميق هذاك النعاس اللي كيكون عميق اللي ما كيحسش الواحد حتى شي حاجه كنت باغ هذاك الاحساس الصراحه لانه شحال هذه ما نعشتش بهذيك هذاك النعاس هكاك صراحه يعني كنت محتاجه ليه بزاف اضطريت اضطر اخاك الا باغيه منين خديتها تعرفوا داك الموت الرحيم دايما انا كنجبد داك الموت الرحيم كنتفرج في لي فيديو ديال الموت الرحيم الناس اللي كتختار تمشي تموت عرفتي راه بحال الا هذيك ديال سويسرا عطاتني هذيك الكينه والله العظيم بحال عطاتني هذيك الكينه وقالت لي خذي شوكولاته وبالفعل كليت الشوكولاته يعني هذيك عاوتاني قصه اخرى هذيك الموضوع ديال الموت الرحيم هذيك ديال سويسرا وديال بلجيكا هذاك شي حاجه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المهم انا كنت باغا هذاك الاحساس ديال النوم العميق النعس وبالفعل نط نشيط الصباح نط كنصبن الدراري ناعسين مشيت صبنت جيت مشيت تقديت درت شوبين واخا كنديروا شوبين كتجي للدار كتلقى شي حاجه عاوتاني ناقصه كيخصك تمشي هذا وبغيت نقول للدول العربيه والله العظيم اقسم بالله زعما من هذا المنبر كاملين الدول العربيه كاملين مغرب جزائر تونس مصر ليبيا خليج موريتانيا كله الحمد لله بلداتكم فيها الخير الحمد لله بلداتكم فيها الخير قسما بالله الا حنا هنايا كنتشكاو من الخضره غاليه شحال كدير شحال دوله الدوله ولا يعني انا ما قدرتش نستوعب ان الواحد هنا في هذه البلاد ما كيشبعش الخضره انا مشيت اسبانيا رخيص مشيت لندن شي شويه رخيص مصر ما شاء الله حديت ولا حرج رخص 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 رخاء المغرب رخيص جميله كتقولي في الجزائر رخيص كنظن الدول العربيه بارابور على هنايا غالي هنا كنشريو الدنجاله بالحبه
شحال 10 كرونة؟ شحال 10 كرونة تقريبا؟ هنايا غالية والله العظيم. زنزان هنا اي حنا نقولوا غا وحده، حنا بعدا كيبيعوا لنا الوحده بحال كيبيعوا الذهب والالماس. حنا الدنجاله كدير 15 درهم، يعني الا بغينا نديروا الزعلوك غتشري ثلاثه، ها انت غادي تخلص 900 ريال في زعلوك، ويا ريت يقد الزعلوك غير كتشوي هكا تيمشي تيسالي. شنو نقول لكم؟ قسما بالله زعما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فلفله وحده الا قلنا هذيك 300 النص ديالها 150 الف ريال، 150 ريال الفليفله وحده، والله العظيم قسما بالله. انا ملي كنمشي للمغرب بصراحه انا كنهضر بصراحه وكنهضر بواقعيه وبلا زواق بلا حتى شي حاجه. هاد البلاد هذه ما شابعينش فيها خضره نهائيا، كناكلو اللي قدرنا عليه ولكن ماشي هذيك ديال اللي غادي تشكلي الفلفله، تشكلي ها لك ها المشوي ها المقلي ها التكتوكه ها الفلفله دير بها سلاده، حنا ما عندناش داكشي والله العظيم قسما بالله ما كاينش. الدنجال نفس الشيء، يعني كنشري وحده كنديروها بابا غنوج ولا كنديروها زعلوك ما كتقدرش تمتع فيه، ما كتقدرش او وحده كتقليها، يعني شنو اخر اللي هو غالي في الخضره؟ فلفله ودنجال غاليين. البطاطا حنا كنشريوها من عند العرب ماشي مشكل، كنشريوها ب بلاتي نقول لكم شحال، 600 زائد 25 كرونه 650 750 ريال ال 5 كيلو، حيت العرب تيبيعوا 5 كيلو 750 ريال كيلو ال 5 كيلو رخيص، حيت في السوبر مارشي غاليه بزاف عاوتاني بزاف 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 بزاف، يعني تصارع والله العظيم تصارع والله. نفس الشيء بالنسبه كرتونات الحليب 300، قول الحليب ماشي مشكل رخيص تيبقى رخيص. اما الصويا ميلك انا كنموت على الصويا ميلك اللي هو لتر واحد 30 درهم، غاليه ملي كيديروا فيه السيل تيلبوت كيديروه النص، يعني 300 ريال هذيك الساعه ماشي مشكل تيرخصوا ولا غير والله العظيم غير بغيت نقول بانه صراحه الدول العربيه فيها خير ما شاء الله ما شاء الله. هنايا رغم انه عندهم فلوس وعندهم بزاف ديال الحوايج، ولكن صراحه حنا ك ك ك كعرب حنا محرومين من ديك الخضره الواحد يتمتع بها. كاينه جميله ولا كلامي غلط؟ شنو هو على الخضره اللي غاليه هنا؟ الخضره غاليه بزاف والله العظيم، ولا كنتشكاو والله العظيم كنتشكاو بزاف 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 بزاف. الحليب هذا ماتير لي تيارو هذا اللي ماتير لي تيار رخاصين ما عندناش مشكله. لي فرماج هذا الشيء ما عندناش فيه كاع، ما عندناش بول مشكل فيه، ولكن الخضره عباد الله انا كنموت على الخضره. عطوني الخضره ما تعطونيش اللحم، خضره يعني شلايض هذاك التخربيق، شنو عاوتاني اللي كيبيعوا عاوتاني بالفرده؟ يا ويلي نسيت، الخضره كلها غالية. ويلي على بطاطا حلوة خلاتها جميلة، قالت لك بطاطا حلوة، اللي بغى يشري بطاطا حلوة هنايا بحال غتشري لبسة وحدة والله العظيم. يعني انا كنبغي بعض المرات كنبغي نديرها مع الكسكسو، بعض المرات كنبغي نديرها طاجين بالزبيب، اللي بطاطا حلوه بالزبيب والبصله وداك التخربيق اللي كنعرفو، ولا بالفران ولا اللي كان. والبطاطا الحلوه عرفتي شنو؟ الماز، يعني وحده كتبين لك عليها 4 كيلو، يعني حيت هما كبارين ماشي بحال المغرب صغيورين ولا في الدول العربيه تيكونوا صغارين زوينين. بلاتي نقادو بعد القعده لانه انا خصني ندير مخدات، انا راه جالسه في داري دابا، جالسه في الدار منشوره، رجليا منشورين يعني. المهم ما علينا، قلت لكم والله العظيم قسما بالله الا كاتبين 1/4 بستة، يعني 160 ريال
بعض المرات كتشري وحده الا كانت ثقيله في الميزان تيقول لك 10 كرونا هي 300 ريال. قسما بالله كنهضر معكم بالصح، قسما بالله ويمين الله الى حنايا في ازمه صراحه. هذه ماشي بلاد الخير، ماشي بلاد الزبر نهائيا صراحه صراحه صراحه. الا اللي ما تيبغيش الخضره وما تيبغيش الاضافه عادي عادي ماشي مشكله. يعني كتلقى الخياره وحده ب 8 كرونا، مطيشه 4 ديال الحبات كتلقاهم ب 12 الكرونا. وانتم حسبوها كل 10 د الكرونا، 10 د الكرونا هي 300 ريال مغربي، 115 درهم. يعني هو صراحه زادوا فيه بزاف، والله العظيم زادوا فيه. ما عرفتش لانه هاد البلاد هادي ما كيتشكاوش ما تيقولوش حتى شي حاجه، انا ما قدرتش نستوعب نهائيا والله. مهم باغا نمشي للمغرب والله العظيم، باغا نشبع تكتوكه، باغا نشبع هذيك الفلفله مشويه، باغا نشبع الزعلوك، باغا نشبع كسكسو بالخضره، باغا نشبع الفليو شيبا. عدي الرطه ديالنا على عاويلي 300 ريال، ويلي فين مشينا حنا، فين حنا فين؟ على قول القذافي الله يرحمه، من انتم؟ من انتم؟ فين نوصلوا؟ فين واصلين هكذا حنا؟ بزاف والله. والعرب ما كنبغيوش نشريو عندهم صراحه، لانه عندهم الخضره كامله ورخيصه وداك الشيء، ولكن ما نبغيش نهضر شي هضره خايبه. ولكن غير هي ملي كنشريو من عند المحل الدنماركي الخضره كتكون فريش، لانهم كتسالي اليوم ديالهم، الا ما تبعش لهم داك الشيء كيرميو. فهمتوني؟ فهمتوا القصد ديالي؟ فانا ما كنشريش من عند العرب. يعني بزاف بزاف بزاف. او دجاجه، قول هذاك الشيء ماشي مشكل، داك الشيء ديال الدجاج كيديروا فيه كيديروا فيه السيل. بالنسبه للحم ممكن رخص من المغرب، 3 كيلو ب 3 كيلو ب 3 كيلو ديال الكفته ب 150 درهم، ماشي مشكل رخيص. الحوت اللي غالي، و الحوت والخضره لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، والله العظيم بزاف 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 صراحه. يا للاسف يا للاسف يا للاسف، ولكن ما عندنا ما نديرو، هذه بلادهم هما حرين فيها، احنا ما عندنا ما نديرو، هذا الشيء اللي كاين. المهم حنا كنحاولوا حنا كنحاولوا زعما صراحه، راه كنشري ولكن ما كنشريوش. اللي بغيت نقول ما كاينش الوفره، كنشريو خضره وكناكلوها كل نهار، ولكن ما كناكلوهاش بهذيك الكثره، هذيك الشيء ديال الكثره. هذا الشيء اللي بغى سي ربي، هذا الشيء اللي بغى الله. المهم حنا ما عندناش مشكله. هذاك الشيء بالنسبه للي بات، وداك الشيء رخيص بزاف. بالنسبه للي بات بالنسبه رخيص. باغ كونط كاين شي مسائل في المغرب غاليه على هنا صراحه، يعني كاين بزاف ديال الحاجات كنمشي تما كنلقى عاوتاني بانه هنا ارخص شي شويه فيه. ولكن الخضره ما شاء الله في المغرب ما شاء الله، لا يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني الرخاء وال يعني الواحد كاع الا ما كانش عنده لا الحم لا الدجاج راه تيدير واحد الطابله تيشكلها غير ما شاء الله بهذيك الخيرات ديال سيدي ربي. هنا الخصه كدير 15 درهم، وعلى حسب حتى لا كاليتي، الا كان شي خيار اللي هو البيو والايكولوجيسك اللي هو الاورغانيك راه تيكون غالي. انا كنهضر لكم غير العادي، اما الاورغانيك والبيو راه داكشي غالي دوبل دوبل دوبل. يعني تصوروا بعض المرات كيدخل واحد السوبر مارشي، انا بالنسبه لي تنقول ويلي شنو هاد الغلاده، بالفعل كيخصك تقلب على شي سوبر مارشي اخر يكون ويكون ارخص اللي تقدر تشري اللي تقدر تشري منه. والله العظيم صراحه احنا محرومين، انا كنقولها بكل صراحه تنقولها، لانه كنشريو خضره، كنشريو بطاطا، كنشريو مطيشه، كنشريو خيار، كنشريو كنشريو كنشريو، ولكن اللي كنفضل كنشري المفرز صراحه، لانه عندنا المفرز شديه مغسول نقي نظيف بالفوائد ديالو بالفيتامين ديالو كيبقى لانه مفرز صراحه ارخص وارحم.
ما نكذبش عليكم. شتي حنايا عايشين عيشت عيشت الدبانه في البطانه والله لا. عايشين عيشت الدبانه في البطانه. ما علينا ما علينا، ربي يسهل وربي يحن علينا. شوف الكيس هذا، ايه هذا ديال الماء. الله على راحة الله. المهم الحمد لله بلادكم والله العظيم اقسم بالله. هذيك الفلفله المشويه بالزيت البلديه يا سيدي ربي، وهذاك الزعلوك. انا ما تعطونيش اللحم، انا عطوني غير هادشي، ما عنديش مع اللحم. ملي كنت صغيره ما كنتش كناكل اللحم، سبحان الله ما كنتش كنحمل اللحم. وسرتو الغنمي انا حيت ما عنديش مراره، انا الا كليت الغنمي نقدر نمشي للسبيطار، ما نقدرش نتحمله. انا سنين طويله ما كناكلش الغنمي، من 2000 و تقريبا من بعدا ما كنشريش اجمالا الا في العيد. في العيد بحال دابا الا مشيت المغرب او جميله دارته مثلا الغنمي، كنهضر لها على الغنمي، كنهضر لهم على الغنمي. الا كليته كنمرض، ما نقدرش لان ما عنديش مراره. فانا بنفس من الدهون اللحوم قالت لك جميله كتعاود لكم. قالت لك واحد الدكتور، شوف انا كي جالسه، شوف جالسه في داري والله الا جالسه في داري. المهم قلت لكم واحد الدكتور مصري قال بانه كلوا اللحوم وكلوا البيض وكل داكشي اللي بغيتو، لانه الجسم محتاج لهداكشي الفيتامينات اللي كناخذو من هادشي اللي قلناه، وبانه الدهون ما كتجيش من اللحوم، كتجي من السكر. ما هو انت عارفه اصلا. قال لهم زعما من السكر، الواحد ينتبه من الحلويات والسكر وداكشي، لانه هي ثلاثه ديال السموم في البيضه، السكر والملح والطحين، صراحه هادو ثلاثه. وحاجه اخرى، واحد الدكتور امريكاني كان قال بالفعل بانه السرطان، الخلايا السرطانيه راه كتكون من السكر والسكريات، يعني الواحد يبعد على هذا الشيء. انا وجميله اليوم ولينا اطباء ياكي. هدرنا على الاقتصاد، هدرنا على على الطب، هدرنا على كل شيء. المهم علاش لا، حنا كنتمنسو دابا. انا راه حاسه براسي بحال كنهضر معكم نتوما كاملين والله العظيم، حيت وحشتكم بزاف 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 بزاف، ربي اللي عالم قسما بالله ويمي الله، توحشتكم بزاف بزاف. و هادشي اللي قلنا نشوفكم على نهضروا معكم ونقولوا لكم على هاد المشكله. حنايا راه ماشي كلشي اللي كيبرق ذهب والماز وياقوت، حنايا هنايا في اوروبا راه شي مسائل كنتشكاو منها اللي هي بسيطه عندكم نتوما في البلاد. راه بحال اللي قلت لكم مشكل الخضره، انا بعدا شخصيا كفراوله داير لي عقده والله صراحه، يعني عقده نفسيه. ما نقدرش نوصف لكم والله العظيم ما نقدرش نوصف لكم كيفاش. اوف لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. الا السبينات الحمد لله، سبانخ رخيصه وكناكلوها بزاف صراحه، كناكلوها بزاف. اما الشغل الفرماج رخيص، لانهم هادو كيصدروا كيصنعوا بزاف الفرماج، داك التخربيق ما عندناش مشكله في هادشي. خضره، انا كنتمنى غير خضره والله العظيم. تكتوكه، زعلوك، فلفله مشويه بالشو اسمه،
البنجان المقلي ديال المغرب، البطاطا المقليه ديال المغرب، هذيك الريحه ديالها، هذاك فليو، هذاك الزعتر، هذاك النعناع، هذيك الشيبه. والله العظيم قسما بالله. شنو اخر؟ المهم ديك الخضره، الخضره هذيك ديالتنا ديال 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 البلاد اللي تياكلها الواحد وتتبان عليه. يا ويلي هنا ولينا كنشريو الالماز بزاف، والله العظيم بزاف. المهم انا ما نطولش عليكم باش نجلس مع جميله شي شويه، مسكينه راني خرجنا وانا كنهضر وخليتها مسكينه بوحديتها باش نونسها شي شويه، ما نخليهاش بوحديتها. المهم انا غير بغيت نقول لكم هاد الهضره هادي، وراني توحشتكم بزاف بحال اللي قلت لكم. ايوا وغدا ان شاء الله الدكتور ديال السنان، ما كنظنش نقدر نصور لكم من تما كاينات. المهم ما علينا، هادشي اللي بغيت نقول لكم، وكنتمنى لكم ان شاء الله بدايه اسبوع غدا من الاثنين ان شاء الله، من الفوق من الاثنين الفوق، بدايه سعيده ان شاء الله، بدايه اسبوع سعيده عليكم كاملين في خدمتكم، مع اولادكم، مع رجالاتكم، مع عائلاتكم. الله يحفظ لكم والديكم واللي ماتوا منهم الله يرحمهم، والله يحفظ لكم مواتكم واخوتكم، والله يسهل على الجميع، والله يحن على الجميع. فهذه دعوه خالصه من القلب الى القلب. هذا الشيء اللي كاين، يدي راه رقدات عليا عباد الله. المهم حنا غادي نجلسوا واحد شي شويه، ومن بعد ان شاء الله عاوتاني غادي نتمشاو. حنا راه ولينا خصكم تقولوا علينا برافو برافو برافو، ولينا كنتمشاو انا وجميله، كنديروا المجهود وكنتمشاو باش نبقاو بصحتنا ونبقاو دائما اون فورم، وحنا ان شاء الله دائما اون فورم، نبقاو دائما اون فورم. وهذا الشيء اللي كاين، وشعري كيما دائما مشعشع. ما علينا، حتى نمشي للمغرب ونقادو، لانه هنا ما كيتقادش والله. هذا الشيء اللي كاين وهذا الشيء اللي عطى الله. المهم سلامه، بوسه كبيره 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 كبيره، بيزو.